ما تصوركم للطريقة المثلى للمرور بهذه المرحلة الانتقالية والتقدم إلى الأمام؟ خليني اولا احيي مدينه قصرين اللي انا موجود فيها، هذه المدينه التي دفعت 60 شهيدا. انا اليوم بعد خروجي من المطار اردت ان امر على تالا التي قدمت 9 شهداء، وعلى القصرين هذه المدينه الكبيره التي قدمت 60 شهيدا. وانا بسبب التحول الى سيدي بوزيد غدان للترحم على روح الشهيد بوعزيزي، هذا الدم الذي اهدر في هذه المنطقه بسخاء رهيب لا يمكن ان يذهب السدى. لا بد فعلا ان ننتقد، يعني ان ننتقل. القضيه ليست التخلص من الدكتاتور وانما من الدكتاتوريه، يجب التخلص من جهاز الدكتاتوريه كله، وهو الحزب الحاكم، وهو البرلمان المزيف، وهو مجلس المستشارين المزيف، وهو دستور الاستبداد، وهو قوانين الاستبداد. كيف؟ بطريقه اعتقد انها هي الوحيده اللي يمكن ان تضمن قبول الشعب التونسي، ان رئيس الجمهوريه الحالي الذي نريد ان نعترف به بضروره تواصل الدوله، هذا الرئيس يدعو غدا حكومة وحدة وطنية حقيقية، حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات، ويرأسها بالضرورة شخصية وطنية مستقلة، أما أن يرأسها شخص من الحزب الحاكم الذي كان حزب. إذا أنتم ترفضون كل وجوه الحزب الحاكم سابقا، يعني بين من قاطع وعلق واستقال من هذه الحكومة، أين منصف المرزوقي وحزبه المؤتمر من أجل الجمهورية؟ أي دور لكم في هذه المرحلة الانتقالية وحتى ما بعدها؟ نحن في هذه المرحلة الانتقالية نطالب فعلا مرة أخرى بأن تحترم سيادة الشعب، الشعب قال كلمته في هذا الحزب اللي يسمى كذبا حزب التجمع الدستوري، فهو في الواقع حزب الانتهازيين اللاديمقراطيين، وهذا حزب الشعب اليوم بسبب الاستيلاء على مقراته أو بسبب استرجاع هذه المقرات لأنها تنتمي، احنا طلبنا هو حكومة ائتلافية قد نساهم فيها إذا توفرت فيها كل الشروط. شريطة مهمتها الأساسية هي إعادة السيادة إلى الشعب، إعادة السيادة إلى الشعب عبر. لكن كيف ذلك؟ قد يقول البعض بأن هذه مجرد شعارات يصعب تحقيقها فعليا على الأرض، من بيده؟ من سيمسك بزمام هذه الحكومة إن كنتم ترفضون كل من له علاقة بالحكم السابق؟ يا سيدتي الكريمة، منذ 3 أشهر كان يقال أن الحديث عن إزالة الرئيس بن عدي حلم دون كيشوتية وكل هذا الكلام الفارغ، الشعب الآن موجود، أنا اليوم شفت شعب جديد، شفت شعب مستعد لكل التضحيات، شفت شعب لا يقبل أي. لكن الشعب، هناك من يقول بأن هذا الشارع لم يجد ولا يجد حتى من يقوده، ليست هناك قيادة حقيقية لهذا الشارع الذي صنع بالفعل التغيير في تونس. أنا أعتبر أن الآن الشعب ليس بحاجة إلى قيادة بقدر ما هو بحاجة إلى من يعبر عن مشاعره، الشعب اليوم هو قائد نفسه، وهذه أيضا ثورة داخل الثورة، نحن خرجنا من منطقة الزعامتية، هذا الشعب سيد نفسه وهو الآن يفرز نخبا يريدها أن تعبر عن رأيه، وإذا حادت هذه النخب وهذه الأشخاص فإنه يزيحها. أنا الآن في هذا اليوم المجيد في صار استقبالي بكيفية يعني كبيرة جماهيرية في مدينة تالا وفي مدينة القصرين كذلك، وغدا في أي مكان أتحرك إليه أنا واثق أن هذا الشعب يجد في وفي كثير من الناس أمثالي سيد منصف باسمي، ولهذا يجب الكف عن ترديد هذه القصة أنه هذا الشعب متروك لحاله وأعزل. إن لم يكن هذا الشعب متروكا عن حاله، وقد سألتك عن منصف المرزوقي وما يمكن أن يقدمه للشعب، ذكرت بأنك ستترشح للرئاسيات القادمة، نعم أم لا؟ نعم. أشكرك جزيلا منصف المرزوقي. نعم، سأترشح في إطار انتخابات الحرة ونزيهة، يحق لكل الناس أن يترشحوا فيها وتكون حقيقة انتخابات مضمونة ومراقبة دوليا وعربيا وحقوقيا إلى آخره. لا بطبيعة الحال ليس انتخابات كما يحلم بها وزير الداخلية الحالي أنه بعد 6 أشهر يأتي لنا برئيس من الحزب الحاكم ويقول والله خلاص. أشكرك يعني جزيلا. الديمقراطية الحقيقية. شكرا المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كنت معنا من مدينة القصرين. في غضون ذلك قال مدير عام مستشفى شارل نيكول